فلا طريقة وكيفية حل مشكل إيجاد الشاشة السوداء على تطبيقكم تيك توك. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سنقوم بالضغط هنا على تطبيقات، ثم سنقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تطبيق تيك توك، بعدها سنقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سنقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سنقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، ثم سنقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سنقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سنقوم بالبحث عن تطبيق تيك توك، سيظهر على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيك توك. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونكون